بيقول لك برشلونه ربنا كرمهم ودخلوا بقوه وبشده في صفقه ساندرو نوتالي لاعب بريشيا، وحطوا 60 مليون على الترابيزه وقال لك انا اديهم 2 من لاماسيا والموضوع يبقى زي الفل، وكده كده بريشيا حط 45 مليون حد ادنى للتخطي عن اللاعب. فيقوم ايه بقى غرفه مدارس برشلونه تقول لهم مين بريشيا، مين بريشيا ومين ساندرو نوتالي اللي انتوا عايزين تجيبوا؟ هي عيلت قوي كده ليه؟ اللي هو طب هو هنكمل الصفقه ولا مش هنكمل الصفقه؟ ما احنا حاطين الصفقه دي بناء على ايه؟ والحاجه اللي احنا حاطينها عليها شفنا ان ساندرو نوتالي يستحق ان هو يكون موجود في برشلونه، بس خلاص وقالت اللعيبه لبريشيا لا لا والله انا هخش النادي. بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم، اعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. لا تخسر شيء ان دعمت انا وعملت لايك وسبسكرايب، الا لو انت مش عايز تعمل بعد انت ما شفت الفيديو براحتك يا معلم. انا بوتش البقين دول في اي فيديو، بس بقولهم كده من مجرد ان احنا تغيير بقى في رمضان، وكل سنه وانتم طيبين. وكمان هنعمل تغيير بسيط اللي هو احنا بنتكلم في الملكات وبنتكلم بقيه كده، لا احنا هنستخدم اخيرا الاجنده. يا الواحد وحشه الاجنده والله، وحشه الكلام في الكوره، الواحد كان عمال يتكلم في حاجات ثانيه بعيد عن الكوره. بص معلم، احنا في برشلونه عندنا حاجه ابديه كده وهي 4 3 3 اللي احنا خدنا بيها كل حاجه مع بيب جوارديولا، وكمان خدنا بيها بطولات مع انريكي، وكده كده دي مناسبه لاغلب اللعيبه اللي موجوده في النادي. فاحنا بندور على الخطه اللي احنا بنلعب عليها دي من ناحيه الصفقات. من ناحيه الصفقات بسم الله ما شاء الله، يعني اداره برشلونه شايفه ان الخط الدفاعي ما ينفعش نلعب في الاثنين مساكين اللي هو حبيبي ده دول خربين البيوت اساسا، لا احنا مش هنلعب فيهم. بص احنا هنلعب ناحيه الشمال، هنجيب تاجليافيكو لاعب اياكس هيكون بديل لجوردي البا. طيب وجوردي؟ لا هو جوردي اساسي في الملعب، لان كده كده شفنا ان بديل جوردي جونيور فيربو كان لاعب بسم الله ما شاء الله سيء جدا. وكمان الناحيه الثانيه ناحيه اليمين هنخلي سيرجيو روبرتو ونيلسون سوميدو هو اللي احتمال يطلع. بص نيلسون سوميدو كان في كلام كتير قوي على ان في مفاوضات ما بين مانشستر سيتي وبرشلونه على صفقه تبادليه بين نيلسون سوميدو وجواو كانسيلو. برشلونه قالت لك لا واحنا محتاجين سوميدو، فاتفاجئوا ان سوميدو قال لهم لا انا مش هجدد عقدي، انا زهقت من القرار اللي بتعمل فيه برشلونه، انا عايز اشوف مكان جديد العب فيه. فبرشلونه اتصدمت في موضوع ان هي لقت نيلسون سوميدو مش عايز يجدد العقد، وان احنا هنبقى مضطرين نكمل بس بالاسطوره الحيه سيرجيو روبرتو. اما الديبندرات فكده كده في اتفاق على ان احنا سيرجيو بوسكيتس هيكمل الفتره دي، ومعاه فرانك ديونج دي، يعني لو حبوا يلعبوا فرانك ديونج دي كديفندر في مركزه الرئيسي. الاثنين اللي قدام دول بقى فيهم اللعب كله، الاثنين اللي قدام بوسكيتس فيهم اللعب كله. ارتورو فيدال نسبيا كده كده ماشي، بس فيدال دلوقتي الخناقه كلها هو ماشي رايح فين؟ كل الكلام بيقول ان فيدال رايح انتر، وفيدال صديقه طلع اتكلم في الاعلام ان فيدال مفضل ليه ان هو يلعب في الانتر، وهو عايز يلعب في الانتر بقى لفتره طويله. ففيدال كده كده على الناحيه الثانيه بقى. فايفان راكيتيتش، ايفان راكيتيتش كان في كلام كتير قوي من اسبوعين على ان هو بيعترض وبيقول انا مش بتتصايع، اتحركوا زي ما انتم عايزين، انا هختار النادي اللي انا العب فيه. وكمان بيقولوا له انت عايز تلعب فين؟ قال لهم لما يجي لي عروض هختار ما بينها. قالوا له بص احنا كده كده عارضينك للبيع وانت مش معانا السنه الجايه، والموضوع بالنسبه لك لو عايز تقعد هنقعدك على الدكه، فاحترم نفسك كده وشوف لك حته تلعب فيها علشان احنا كده كده مش عايزينك. فراكيتيتش بيقول لك خلاص لما نرجع تشيبيليا تاني، ولعيبه تشيبيليا قال لك احنا ما عندناش مشكله ان راكيتيتش يرجع، وكده كده هنستفاد انه هو لاعب يا دوبك صغنطوط كده عنده 30 سنه وعايزينه يكمل معانا. فبرشلونه كان في كلام بقى ان اليوفنتوس داخل في الميركاتو، اي حد عايز بيانتش يا جماعه، يا جماعه في حد عايز بيانتش هنا؟ عندك بيانتش يابا موجود عندك؟ بالظبط ده اللي عملوه مع باريس سان جيرمان، قالوا لهم بصوا خدوا بيانتش وهاتوا فيراتي. باريس قالوا لهم فيراتي مين اللي لسه؟ بيانتش 30 سنه ونديك فيراتي برده ودخل على ليه يا عم؟ لا انت مش هنديك فيراتي، دخل على برشلونه تاخد بيانتش وتديني ارسور؟ قلنا له بص استنى احسن، انا كده كده كان عندنا ارسول ان احنا ما نبيعوش، بس طالما بيانتش كده وارسول احنا ممكن نفكر نسكت بقى على كده. قال لك لا احنا بنلعب بقى في خط النص، نجيب مين؟ ساندرو نوتالي لاعب بريشيا. ساندرو نوتالي لاعب بريشيا ناس كتير بتقول لك على ان هو بيرلو، وناس كتير بتقول لك على ان هو انيستا، واي حد يلعب له كورتين حلوين السنه دي بقى بيطلق عليه القاب لعيبه كانوا في المكان اللي هو فيه. فالانديه هناك في ايطاليا معجبه بيه وشايفه ان هو 19 سنه ولاعيب ممتاز، ويلا نفاوضه. يقال ان انتر ويوفنتوس داخلين في الصفقه بقوه. برشلونه قال لك بس انتم محددين كام يا ابني البيع؟ قالوا ب 45 ل 40 مليون. خلاص خدوا الستينايه اهي وهنديكوا 2 من لاماسيا كده مرضيين يابا؟ قال لك بس لا لا لا، اللعيبه قالت لك مش معنى ان لاعب لعب سنه واحده بس في الدوري الايطالي ان احنا نجيبه، قدم ايه ده عشان يلعب في برشلونه؟ طب هو انتوا قدمتوا ايه اساسا عشان تستمروا في برشلونه؟ بس عادي يعني ما عندناش مشكله، ولا هو كيس الجوافه اللي بره ده قدم ايه اساسا عشان يضرب؟ يعني جت على ساندرو نوتالي وهتبقى قدم ايه ده عشان يا جماعه ما جونيور فيربو كان مقدم ايه عشان بيلعب في برشلونه؟
احنا جبنا صفقات كتير ما قدمتش حاجه بتلعب، فجت على نوتالي وهتقفل الدنيا. اما الثلاثه اللي في الشق الهجومي فكده كده ميسي مكمل معانا غصب عن بوز التخين ناحيه اليمين، وفي المهاجم الكلام كتير، الكلام كتير كتير يعني. الناحيه الثانيه كده كده محجوزه نيمار، اللي هو احنا هنبيع الفرق كلها ونجيب نيمار، ما عندناش مشكله خالص، احنا عايزين نجيب نيمار، انا اديكم اربع لعيبه واحتمال اديكم انطوان جريزمان اللي احنا لسه جايبينه عشان خاطر نرجع، احنا ما عندناش حاجه غير ما نجيب نيمار في الحته دي. فناحيه الشمال وموقوفه تماما على نيمار، والشهيد عثمان ديمبلي لما يرجع بالسلامه من فتره الاصابه. فالكلام كله ناحيه المهاجم، مهاجم يعني ايه بقى؟ لو ترى مارتينيز يابا راجل ارجنتيني ميسي بيحبه، لعيب كيوت، ميسي كان بيغير معاه تيشيرتات، هنجيب لو ترى، هنجيب لو ترى، بس طلبات انتر هيكون مبالغ فيها. يبقى نعمل ايه بقى؟ تيمو فيرنر، الكلام كله في اوروبا على تيمو فيرنر، مانشستر يونايتد، ليفربول، ايه جت علينا نخش احنا في الصفقه عايزين تيمو فيرنر. عملنا ايه بقى؟ رحنا فرضنا ليسبك، احنا متعودين يعني بنروحنا فاضي يا والد اللعيب يا والدته، اي ما عندناش غير كده. رحنا فرضنا بوتيمو فيرنر وقلنا له بص لو ما عرفناش تجيب لو طارو احنا هنجيب ابنك يا عم الحاج. فكل الكلام على ان احنا خلاص يا جماعه احنا داخلين في صفقه فيرنر وخلاص احنا معاكم يابا، شوف اول ما لسه بيبيع احنا هناخده الوان. فدي الصفقات اللي برشلونه بيتكلم فيها يا اسطى، احنا بنتكلم في مهاجم وبنتكلم في اتنين في نص الملعب وبنتكلم كمان في باك شمال. وبرضه بالنسبه للاثنين اللي في العمق دول لا لا لا, لا احنا عندنا حد ممكن يخرب البيت غير بيكي. بالنسبه للاثنين في العمق في كلام على سامو الامتيتي بيقولوا له يا ابني انت مش هتكمل معاه، يا ابني غور شوف لك مصلحه بعيد عننا. يقول لك لا لا انا قاعد، هي قاعده هنا حلو. قال له طب بص روح نابولي، نابولي حلو روح نابولي. قال له لا لا مش عاجبني نابولي، مش حاسسها. طب تروح ارسنال، هم هناك بيحبوا اي حد من اللعيبه الميتين دول. طب انت عايز ايه؟ انا عايز العب. تلعب فين يا ابني؟ انا عايز العب برشلونه. يا حبيبي ما انت لعبت كنت زي زفت. انا مقتنع ان انا هلعب برشلونه، انا قاعده هنا عجباني. اللي هو يا ابني ارحمنا، انت عايز مننا ايه؟ انا كده كده قاعد معاكم يا جماعه، انا مبسوط بالقعده. طب واحنا مش مبسوطين؟ خلاص شوفوا لي عرض يرضيني ماليا ويرضيني تسويقيا في النادي اللي انا رايحه، وبعد كده انا امشي. حس رياض امتيجي ده عنده قمه جلاطه يا جدع، اللي هو يا ابني النادي مش طايق اهلك امشي. لا انا مستمر، انا مبسوط هنا يابا. فخلاص يعني بالنسبه لامتيتي هو مستمر معانا. اما كليمون انجليه وبيكيه فلا مساس بيهم، لانهم العظمه اللي بتشر منهم بسم الله ما شاء الله كتيره جدا. فزي ما قلت لك احنا بندور على ان احنا نجيب باك يمين يقعد احتياط الاسطوره الحيه سيرجيو روبرتو، وباك شمال يقعد جوردي البا، وفي النص بقى احنا هنجيب بركت كده لعيبه اللي هو معدين في الميركاتو، عايزين لعيبه خط نص يا جماعه ينفذوا خطتنا اللي هي 4 3 3. طب وبالنسبه للدفاع اللي هيشيل الخطه؟ لا يابا زي ما قلنا لا مساس ببيكي ولا مساس بكليمون لانجلي. مش عارف والله يعني، انا نفسي افهم هم يعني بيفكروا باي طريقه يعني. اتمنى ان هم ما يجيبوش صفقه ميرلان بيانيتش كمشجع يعني، اتمنى ان هم ما يجيبوش صفقه بيانيتش، ان بيانيتش فشل فشل ذريع في الانصهار في منظومه ساري اللي هي اقرب للتيكي تاكا واللي هي اقرب للسكسي فوتبول والكلام ده. فهيجي عندنا احنا مصنع السكسي فوتبول والتيكي تاكا اللي هو ازاي بس يا جماعه؟ يا جماعه بيانيتش لعيب اسمه كبير جدا، وبيانيتش لعيب كبير برضه عنده 30 سنه يعني، ما ينفعش نجيب ساندرو نوتالي يابا وما جاتش على اللي ما قدموش في عالم كره القدم. لعيب عنده 19 سنه بيقال ان هو موهبه كبيره جدا في اوروبا، نجيبه يابا حلو ده. والله الواحد بيتعب والله، كل ما بيخش على اخبار برشلونه بحس ان في ارهاق نفسي من كتر حاجات انا بشوفها يعني. عايزين نجيب لعيبه، اللعيبه بتعترض، لا احنا مش عايزين نجيب اللعيبه دي. هو مين اللي بيجيب الصفقات بالظبط؟ وبالنسبه للقرطاس اللي اسمه كيكي 60 ده موقف اهله ايه في الصفقات؟ يعني انت موافق على صفقه نوتالي ولا مش موافق؟ ولا انت ايه اساسا شغلتك في النادي؟ محدش فاهم اي حاجه. بما انك مش فاهم اي حاجه فما جاتش على الست دقايق اللي هيعدوا منك دول في وقتك الثمين جدا. فرق الموضوع بمناسبه انك قاعد بتقلب على القناه تشوف اي مسلسل، مش تخسر اي حاجه لو عملت لايك وسبسكرايب. الكلام ده انا بقوله بالنسبه لاخواتي المصريين، اما اخواتي اللي بره مصر فربنا يوفقكم وان شاء الله باذن الله تخلصوا القران كله في شهر رمضان، وربنا يبارك لكم كمان لو عملت لايك وسبسكرايب. انا اول فيديو في حياتي اشحت فيه لايكات وسبسكرايب. شكرا جزيلا يا جماعه على اللي كانوا معايا الفيديو الاخر.